إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، والمقصود بالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، يعني في زمان موسى عليه السلام كان الذي أتى به هو الإسلام. فالإسلام عندنا يا إخواننا ليها معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص هو الإسلام اللي هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ساعات بنلاقي في القرآن كتير إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سيدنا يوسف إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، اللي هو مين؟ إبراهيم عليه السلام. وتلاقي الأنبياء على هذا الإيه؟ على هذا المنوال الإسلام. فالناس هنا تتلخبط تقول لك إسلام إزاي؟ إزاي توفاني مسلما والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدهم؟ ده الإسلام اللي جه به هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إزاي الأنبياء كانوا بيقولوا إحنا على الإسلام؟ نقول لهم المقصود بالإسلام هنا الإسلام العام، والإسلام العام هو الدين الذي رضيه الله لأمة من الناس في وقت معين. يبقى في زمان لوط عليه السلام كان الذي الدين الذي أرسل به هو دين الإسلام. انتهى زمان لوط، وإحنا في زمان مثلا عيسى عليه السلام، فعيسى الدين الذي جاء به الإسلام غير الكتاب، الكتاب اسمه الإنجيل لكن الدين كدين اسمه الإسلام. يبقى عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل وأتى بالإسلام، موسى عليه السلام أنزل عليه التوراة وأتى بالإسلام. فاهمين يا أخوانا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأتى بالإسلام، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة رافعة وناسخة لكل الرسائل السابقة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش حد يوجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولك لا أنا على دين عيسى. ليه؟ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خاتمة رافعة لكل الرسالات السابقة. ما ينفعش يبقى حد في هذا الزمان ويقول أنا على دين عيسى أو دين موسى أو دين إبراهيم. لا، أنت يجب أن تكون على دين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن الدين عند الله الإسلام هو الإسلام بمعناه العام، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخصص الإسلام بمعنى الإسلام الخاص، وهو الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا أخوانا؟ يعني ما ينفعش واحد يقول لك أنا أتبع عيسى عليه السلام، ما ينفعش. والدليل على ذلك، نجيب الدليل، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم مات ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فاهمين يا اخوانا؟ ما ينفعش
لازم يؤمن بكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. يبقى ما ينفعش يقول لك أنا مقتنع بالإسلام، لا إله إلا الله ماشي، مقتنع أن القرآن حق ماشي، بس مش مقتنع أن محمد رسول الله، نقول له هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ما ينفعش. يبقى ادخلوا في السلم كافة. هنا السلم بمعنى الإسلام زي ما شرعنا في سورة البقرة، لابد أن أنت تحوط الإسلام من كل جوانبه. زي في المدارس يعلمونا إيه؟ يقول لك إخناتون أول من دعا إلى التوحيد. توحيد مين يا عم؟ توحيد الشمس. قال لك بلاش بقى تعبدوا أصنام كتير، تعال نعبد مين؟ تعال نعبد الشمس. فهو أول من دعا إلى التوحيد. يا سلام، هو عشان خلى المعبودات معبود واحد بقى كده يدعو إلى التوحيد ولا يدعو إلى الكفر؟ إخناتون. قال لك أول من دعا إلى التوحيد في تاريخ مصر القديم، أول الموحدين. إيه الكلام ده؟ ده بيعبد الشمس، الإله أتون الشمس. لا، كان أرسل إليهم رسل، كان موسى عليه السلام في عهدهم، مش فرعون. كلمة فرعون دي معناها إيه؟ فرعون معناها مكونة من قسمين، كان الملائكة، كان الملوك في مصر يسمون فراعنة، الملوك زي شهيرا، زي كسرى، ده لقب مش اسمه، زي قيصر، قيصر الروم. فيقول لك قيصر الروم، كسرى فارس، فرعون مصر، شاه إيران، لقب. لكن ربنا ما كانش بيقول الفرعون، قال الفرعون نكرة، قال فرعون تحقيرا لشأنه. ليه ربنا ما قالش وقال الفرعون كذا؟ ده في تعظيم، هو لا حقير، قال فرعون، لكن واحد من الفراعنة. فهو كان في عهدهم رسالات. فمعنى ايه التوحيد؟ يعني انا اقول لك يلا يا جماعه نعبد النيل، نهر النيل، كده انا دعيت الى التوحيد؟ هو اي توحيد وخلاص؟ ما النصارى تقول لك احنا ايه؟ احنا بموحدين زيكم. ازاي يا عم؟ يقول لك ما احنا بنعبد المسيح بس. طب ما انت كنت تعبد المسيح بس، دي مصيبه سودة. صح ولا غلط؟ يعني ايه بتعبد المسيح؟ انا مش قضيتي تعبد واحد، انا قضيتي تعبد الاله الحق. خدت بالك؟ انت بتعبد واحد ماشي، بس بتعبده غلط، بتعبد بشر، يبقى ده كفر بالله. نفترض مثلا البوذيه بيعبدوا بوذا، بوذا واحد، هو بني ادم واحد، يبقى كده توحيد؟ بالظبط. مش العبره بالوحدانيه، العبره باتباع الحق، أن يعبد الله كما أمر. طب أنت ممكن تعبد ربنا وتوحد ربنا وأنت مسلم واسمك محمد واسمك لا إله إلا محمد رسول الله، بس بتستهزأ بالدين، تبقى كفرت. الاستهزاء بالدين كفر من نواقض الإسلام. يبقى أنت لازم تتقيد بمقتضيات لا إله إلا الله. واحد يا عم بيعبد ربنا وبيعبد ويدينه بالإسلام، بس يقول لك لا محمد ليس رسول الله، يبقى ده ما ينفعش. قالها أبو سفيان زمان، قال ابن عباس قل لا إله إلا الله فأسلم، قال لا إله إلا الله. فقال ابن عباس قل محمد رسول الله، قال أما هذه ففي نفسي منها شيء، قال قلها وإلا تضرب عنقك. لا دي قضية تانية، ده قالها وهو لما عاين الموت. ما ينفعش وانت بتغرغر. لا حتى لو قال آمنت بأنه لا إله إلا الله، بس انت وانت في لحظة الموت تنفعش. بس هو فعلا شوف الجبروت، يعني حتى ما قالش آمنت بالله، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الله، يعني سبحانه، شوف الكبر. يعني خلاص، ما هو من تعود على شيء هو اصلا بيعاملهم كاله مش بقى كرئيس، فازاي يساويهم؟ يقول لك امنت به، لا بالذي امنت به بنو، انا امنت بالله امنوا به.
وكده كده ما نفعش. الآن وقد عصيت قبل، دلوقتي جاي تؤمن بعد ما انت عاينت الموت. فاهمين يا اخوانا؟ فاحنا كاعتقاد كمسلمين ما ينفعش نقول غير المسلمين على حق، ما ينفعش. يعني ايه نتخانق معاملة؟ نعملهم معاملة حسنة، بس كاعتقاد المسلمون على حق وسواهم على باطل. لا يدخل الجنة من مات على الشرك كالنصارى واليهود. لازم يبقى فاهمين يا اخوان. انما النهارده في التلفزيون في اوضح من كده يا عم ثابت، في كلام اوضح. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، في اوضح من كده. لذلك ما ينفعش حد يختلف على هذا الكلام. لو هم قالوا لا احنا ما بنعبدش المسيح وبنعبد ربنا وبنؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبنؤمن بالقران، خلاص بقيتوا مؤمنين. انما انت كافر بالقران وبتكفر بالنبي بتاعنا وبتعبد البشر وبتعبد المسيح وبتقول للاله له ابن، ايه يا عم ايه؟ عايز تبقى مؤمن؟ جعلت ربنا ابن وجعلت له زوجه وجعلت لي ام الاله مريم، وبتعبد ثلاثة الأب والابن وروح القدس، وبتكفر بالنبي وبتكذب النبي وبتكفر بالقرآن، وعايز نبقى عليك مؤمن؟ لا أنت مش مؤمن، ولن تدخل الجنة حتى تؤمن. حد يقول إيه؟ أصل ممكن ربنا يرحمه. لا مش هيرحمه، لأن ربنا قال كده إن الله لا يغفر أن يشرك به. ده خلاص أمر محسوم. اتفضل يا مسلم. تمام تمام تمام. لا مش زي ما انت متخيل، هو فترة كانت المسيحيين اكتر، لكن دلوقتي لو في احصائيات المسلمين يكونوا اكتر، وحتى لو المسلمين اقل. قال تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. العبرة مش بالاكثرية، العبرة بالحق. يعني لما ابراهيم قال لي سارة لما كانوا داخلين على مصر، قال ما احد مؤمن على هذه الارض الا انا وانت. تصور، ووجد في وقت ما فيش حد مؤمن الا ابراهيم وسارة. يبقى ساعتها مين على الحق ومين على الباطل؟ بالاكثرية مش بالاكثرية، كان فقط ابراهيم وسارة فقط المؤمنان على وجه الارض. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط من المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة، بلال، أبو بكر، علي، بس فترة من الفترات كانوا خمسة. حتى أبو ذر قال لقد كنت سادس رجل في الإسلام، يعني أنا كنت رقم ستة في الإسلام، مفيش حد تاني. فده العبرة مش بالكثرة. وأكثر على فكرة بقى النصارى اللي في أوروبا وأمريكا يا إخوانا، عايا ولا نايمين؟ مش نصارى. يعني انت لو كلمته يقولك بقولك ايه، احنا على البطاقة بس، لكن احنا مش مؤمنين بإله اصلا. فاهمين؟ انما كبطاقة ومراسم هم كافرين بالدين المسيحي اصلا. هم ملاحدة اكثرهم، ايه، على الالحاد والعياذ بالله، لا يؤمنون بإله. اتفضل. تمام. يعني زي مثلا اسحاق نيوتن، الجاذبيه، اينشتاين. تمام تمام. وجراهام بيل وماركوني واديسون، الناس دي اللي هم عملوا اختراعات. تمام، كويس قوي، سؤال جميل. كويس، ما ايه موقفهم؟ هم كفر. تمام، هل هم ربنا سبحانه وتعالى يجازيهم على هذه الاختراعات ام لا؟ سؤال جميل. الناس اللي عملت لنا اختراعات للبشريه، فليمنج ده اللي عمل اكتشف البنسلين اللي هو المضاد الحيوي، الناس اللي اكتشفت التخدير، اللي اكتشفت المصباح الكهربائي، اديسون. طيب الناس دي ايه حالها؟ نقول يا اخوانا قاعده عامه مش عليهم بس، خلي بالك النقطه دي مهمه قوي. الله عز وجل لا ياجر العبد الا على عمل يبتغي به وجهه.
يعني سيادتك شخصيا، سيبك بقى من الناس دي، انت شخصيا ربنا لا يريد منك ان انت تبقى مدير شركة، ولا يريد منك تبقى راجل ناجح، انجح واحد في العالم، ولا يريد منك ان انت تكون اقوى رجل في العالم، ده مش مطلوب. المطلوب منك ان انت تكون عبد لله عز وجل. يعني مهما واحد مثلا باع مليارات وبينفق على المساكين، بس عشان يتقال انه منفق وكريم ملوش حاجة، ما دام ما فيهاش ربنا في الموضوع خلي بالك ليس لك اجر. بس لو ما عملتش هذا، وفي نفس الوقت يعني هنا مدير شركة ومدير شركة، واحد وصل مدير شركة ونوى بذلك انه ينفع عباد الله ويقيم فيهم العدل لان الله يحب ذلك، ده له اجر عند الله. وتاني طالع مدير شركة يقول لك بمجهودي وتعبي وبذلت وبالقانون ومش وما ما فيش نية التعبد وما فيش نية صالحة، ده لا يؤجر على ذلك. فاهمين قصدي؟ يعني انت لما مثلا، حتى محمد علي كلي مرة قالها، الملاكم المعروف الامريكي اللي اسلم، عارفينه؟ هي كلي، احنا بنقولها كلاي، محمد علي كلي، كلي بقى خلاص. فهو قال كده، قال لك هو كان عنده نواحي ايمانيه كده ربنا يكرمه، فالف مره في برنامج سمعته بيقول لك انا مش هخش الجنه، لما قالوا له انت هتعمل ايه بعد الاعتزال؟ قال لهم انا ساعد العده، نفس الكلام كده طبعا مترجم، لملاقات الله عز وجل. وقال انا ربنا مش هيدخلني الجنه عشان هزمت فلان فلان، اللي هو مش فاكر كان اسمه ايه، بسم الله ما شاء الله. قال لك ربنا مش هدخلني الجنه انا ضربت الضربه القاضيه، ولا اللي انا بقيت مشهور، ربنا مش هدخلني الجنه الا باعمالي الصالحه، اللي انا يعني اعطف على الفقراء، انفق على المساكين، احسن اخلاقي، احسن عباداتي، هو ده. لكن انا هزمت فلان الفلاني بالضرب القاضيه دي، ما دام مش لربنا خلاص ماليش اجري عليها. فكذلك المخترعين دول، لو انت اخترعت علشان تنفع الناس وربنا امر بكده، مجرد اللي انت عايز تنفع الناس بس، برضو ما تاخدش اجر. يعني فلان صعبان عليا، عشان صعبان عليا فطلعته من الحفره اللي هو فيها، ما اخدش اجر. انما لان ربنا امرني ان انا من كان في عون اخيه كان الله في عوني، اخد اجر. لازم يكون في ذهنك وكيانك الله. يعني واحد طالع العمر يقول لك انا مكتئب عايز افرج عن نفسي اعمل عمره، لو دي بس نيتك ليس لك اجر. تصور. انما نيتي ان العمره لها اجر عظيم، والصلاه في مكه ب100,000، والصلاه في المدينه ب1,000، والعمره للعمره وكفاره لما بينهما، الذنوب عايز تغفر والحسنات عايزه تكتر، لك اجر. انما رايح بس عشان مخنوق ما تاخدش اجر، ما انك رايح عمره. يبقى الباعث والدافع الى العمل هو الذي يحدد ان يكون لك اجر عند الله ام لا. فجرهام بيل اللي عمل التليفون، هل عمل التليفون عشان ربنا امر بادخال السرور على قلب الناس مثلا، او الرحمه بالناس؟ هل كان في دماغه ربنا اصلا، ولا ممكن عملها علشان شهره، عشان مكسب، علشان سمعه، ايا كان انت عايز عشان الشهره، وخدت الشهره، ما انت خدت شهره مالكش اجر عند ربنا، انت عملت حاجه لربنا، انت بتسال ليه على اجر عند ربنا؟ ما انت ما عملتلوش اصلا، انت ما كانش الدافع الى عمل التليفون انك تيسر على الناس امر معاشهم، ولان الله امر بذلك، ما كانش دي في دماغك. انت عايز شهره، عايز تبقى عالم، العالم الفلاني اللي اخترع التليفون، فخلاص ليس لك اجر. واحد بنى جامع وكتب عليه اسمه، دي لو عملها وبس، لما كتب اسمه كان يقصد بذلك السمعه، والناس الفلان اللي بنى الجامع، فلان اللي بنى الجامع، خلاص انت عملت للناس، يبقى ليس لك اجر، خلي بالك. وهكذا قس في كل شيء، ما دام ما عملتش بنيه صالحه لله ليس لك اجر. ثم انت ناسي في حاجه مهمه كمان، اي عمل لا بد له من اهم شرط، شرط الايمان.
يعني النصراني اللي بنى مسجد ليس له أجر، لأن الشرط الأساسي اللي يقبل منه العمل مش موجود هو الإيمان. إنما ممكن لو عمل المسجد ربنا يكرمه في الدنيا على قد اللي عمل، ياخد أجره في الدنيا، ابنه ينجح، هو فلوس تزيد في إيده، لكن ليس في الآخرة له نصيب. المسيح اللي بيحلف اليمين ما يحلف اليمين، احنا هنعمل له ايه؟ هو الحلفان في حد ذاته ما لوش اجر. النهارده ايه؟ حد حلف؟ عمل ايه؟ بيقول باسم الصليب؟ طب ده كفر بقى بالله، مفيش بقى عندنا صليب ولا بتاع. تقصد في مجلس الشعب النهارده؟ عملوا ايه؟ ياه، ما ينفعش. حلف القسم اللي منصوص عليه في الدستور. هو تقصد يعني واحد في بدا قال باسم الصليب. يا على الجبروت، خدوا يعني جرأة شديدة. نعم، ليهم نسبة وليهم وجود، ده ما يضرناش يا جماعة، مش مشكلة ما دام في النهاية بنحكم بالإسلام، أو يعني كثير من الأحكام الحمد لله بنحكم بالإسلام، وبدام بنعاملهم معاملة حسنة. لكن المهم الخوف هنا على العقيدة، خليهم موجودين، خليهم أي حاجة، بس أنت كعقيدتك هذا كافر بالله. لا هو مش أغلبية، مش أغلبية. هو لو وصلوا أغلبية ممكن، نسأل الله العفو والعافية. لو خدوها ممكن يغيروا. بالظبط. ويخلي الحكومة كمان. يغيروا. لو خد الأغلبية الحكومة. يسقطوا الحكومة ويسقطوا الجمهورية. ما هي دي بقى لعبة مجلس الشعب اللي إحنا أصلاً رافضينها. يعني إحنا دايماً أنا أقول أنا نفسي شخصياً مرشح أنتخب، لأن دي منظومة خطرة جداً. زي الأستاذ سيد كده بيقول لنا إيه؟ طيب ما هي لعبة. الشعب اختار، افرض الشعب اختار 90% نصارى، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى من حقهم يغيروا الدستور ويغيروا الاحكام وتبقى احكام نصرانيه 100%. مثلا هي لعبه كده، لعبه قذره، انما ما فيش حاجه اسمها كده. مفترض ان في دين. تمام. وخلي بالك ونجح الناس في احمد. تمام. ده تمام، ده وارد، الله اعلم بمدى مصداقيه ذلك، لانه وارد. لكن انت برضو لازم لمعلوماتك تعرف ان نظام مجلس الشعب، انا بقول لك نظام مجلس الشعب ده نظام غير اسلامي. يعني ايه نظام غير اسلامي؟ النظام الاسلامي ايه؟ طيب نظام الشورى، الشورى في الامور اللي ما فيهاش نصوص في الاسلام. يعني مثلا هنخلي محافظة الجيزة منفصلة عن محافظة 6 اكتوبر، او امبابة تابعة ل 6 اكتوبر مش للجيزة، دي ما فيهاش نص في القرآن والسنة، صح؟ دي بقى ممكن ناخد فيها رأي الشعب ومجلس الشعب. انما لما نقول ان الحكم الا لله، او نقول النساء عليهن ارتداء الحجاب الشرعي، دي مش محتاج ابحث فيها ولا اعرض فيها. لكن نظام مجلس الشعب يقول لك كل حاجة ترجع للشعب. يعني مثلا حد الحرابة، الحرابة اللي هو المخصوص بالمفسدين في الأرض، ناس بتقطع الطريق، بتروع الآمنين، دي في حد في الإسلام اسمه حد الحرابة، ده يؤخذه إما لو لقيته فساده فظيع اقتله، أو ينفى من الأرض، أو قطع إيده ورجله من خلاف، أو يصلبوا يكونوا عبرة، دول مفسدين في الأرض. فأنا لما كواحد مجلس الشعب المفترض إن مدام ده في القرآن ما ينفعش أقدم مذكرة وأقول لهم يلا وافقوا ولا ما توافقوش، مدام إنه من حكم الإسلام لابد أن يطبق رغما عن أي حد. لكن اللي بيحصل في مجلس الشعب إنه بيعرض الأول على مجلس الشعب وهم يقولوا موافين ولا مش موافين، أغلبية ولا مش أغلبية، يبقى ساعتها مش ربنا اللي بيحكم، ساعتها الشعب هو اللي بيحكم، وده غلط. انما لو انت قلت لي ناخد راي المجلس فقط في الامور التي
ليس فيها نص شرعي، امور اداريه، امور تنظيميه، امور معينه. ماشي، هو النهارده مش فيه مثلا من حق مجلس الشعب ان يعدل القانون الاحوال الشخصيه، يقول لك مفيش عدد الزوجات الراجل ما يتجوز عنده كده. اه بالظبط بالظبط كده. النهارده لو المجلس اقر ان مفيش حاجه اسمها تعدد زوجات هيبقى تعدد الزوجات جريمه، يبقى احنا كده نحينا حكم الله ومشينا بحكم الايه؟ القانون او حكم الناس. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وضعي، قانون فرنسي. احنا بنحكم في بعض الامور قليلا بالظبط، ومقتضى القانون الوضعي اللي هو المجلس الحالي. يعني في السعوديه ما فيش المجلس ده. ليه؟ اللي عندهم في الدستور الاحكام مبنيه على كتاب والسنه. تمام، ما عشان ما في كلية شريعة مش كلية حقوق، لأن الحقوق دي بيعلموا القانون الفرنسي. لا، أنا بتعلم الشريعة بحكم بالشريعة، ولولا السعودية لسه منفذة حكم إعدام على 47 إرهابي ولا 49. لولا السعودية الآن في هذا الزمن لصار الكلام عن الحدود كلام وهمي خيالي. هي الوحيدة التي ما زالت إلى الآن تطبق الحدود الشرعية، هي الوحيدة اللي ما زالت تجلد الزاني وتقطع يد السارق وتقيم حد الردة وتقيم حد الحرابة على المفسدين في الأرض. لو السعودية اختفت النهاردة لهجرت تماما أحكامه الإيه؟ أحكامه الشرعية الجنائية، ما يكونش لها وجود. الناس اللي بتهاجم السعودية وخلاص، لهم يا جماعة ده هم إلى الآن الوحيدين في الدنيا اللي بيطبقوا الحدود كما أمر الله عز وجل. في سلبيات، في اخطاء زي اي بلد، لكن كاساس لهم يحكمونا بالشرع ويحكمونا بالدين. والحمد لله قطعوا العلاقات مع ايران المجوسيه، واحنا اللي مقطعين العلاقات من 27 سنه، فهم الان الحمد لله على هذا الطريق، لان ايران دوله والعياذ بالله اخطر من اليهود الرافضه الشيعه. النهارده حزب اللات، مش حزب الله، حزب اللات محاصر قرية في سوريا والناس بتموت من الجوع، مجاعة رهيبة في منطقة اسمها مضايا أو حاجة زي كده. صور الناس لو شفتها بقوا زي الهيكل العظمي. والعياذ بالله. واحنا في 2006 لما الناس قعدت تسقف لحزب الله وقالوا هم دول وهم دول أحسن ناس، ونقول لهم خلي بالكم دول بيسبوا الصحابة، دول أخطاء في العقيدة، قال لك بس دول هم دول أحسن ناس، وبعد كده اكتشفوا إن هم من أسوأ الناس، بيتعاونوا مع روسيا ضد اخواننا في سوريا. ولازم الرافضه اوعى تغتر بيهم. حتى يوسف القرضاوي لما قعد يقول نتقارب مع الرافضه نتقارب مع الرافضه نتقارب مع الرافضه، رجع وندم وقال بعد ما عرف حقيقه اعتقادهم، طلع في التلفزيون وقال الكلام ده من سنتين ولا من سنه، قال كانوا علماء السعوديه اعلم بهؤلاء منا. وصرخ ان لا تقارب مع ايران ولا تقارب مع الرافضه لانهم اعداء الاسلام، بس بعد ما عدت 70 ولا 80 سنه من عمره. لكن عندنا علماء السعوديه كانوا ساعتها زي الحديد، شيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بينوا اشد البين لا تقارب مع هؤلاء. واحنا الحمد لله، يعني انا افرح شخصيا بسقوط حكم الاخوان عشان النقطه دي، إن كانوا بدأوا يرجعوا العلاقات مع الرافضة، وأحمد نجات جه وقعد يسلم ويسقف ومليون سائح إيراني. لا يا عم، ده الحمد لله إن هذا النظام مشي في سبيل إن إحنا نعود العلاقات مقطعة بيننا وبين الرافضة والعياذ بالله. إنما الإخوان كانوا هيسببوا في ضرر عظيم على العقيدة، ولذلك انقلب عليهم حتى بعض الدعاة والشيوخ، مع إنهم هم يعني المفروض اتجاه واحد، بس لما لقوا ان اللعبه السياسيه احتوت حتى الامور الدينيه قالوا لا، هتدخلوا لنا ايران مصر يخرب بيوتكم، ما اتفقناش على كده. يقول لك معلش ما سياسه وبتاع عشان نستغنى عن اموال الخليج، فاحنا لازم نستعوضها.
يعني انت تتعادي الامارات والسعوديه وجاي تتقارب مع الرافضه؟ ده انتوا كنتوا هتودوا البلد في مصيبه سودة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على زوال حكم الاخوان. والله العظيم نعمه عظيمه انزل هذا الحكم، كان حيودي البلاد الى هو سحيقه قد لا نخرج منها ابدا، مستنقع رهيب، فساد في العقيده وخراب في الميزانيات، حتى يعني طريقه اداره البلاد كانت طريقه خاطئه، كانت دوله رخوه، تحس كده عايش في فوضى، ورئيس الدوله كان بيتشتم في التلفزيون للنهار، في اكتر من واحد شتم وقال هو شكله خازوق والبسناه، انا سامعه بنفسي، وكان بيتعرض البرنامج وقالها، ولسه كان بيعرض برنامج البرنامج بتاع باسم يوسف، غنى الاغنيه دي وقال على رئيس الدوله في مصر شكله خازوق والبسناه، ومفيش قوه تمنعه، يعني يا ريت حتى اتمنع بعديها، لا كمل. انما لما جت الحكومه الحاليه اول ما بس ما قال بس كده كلمه اتشال واتلغى البرنامج للابد، هو او غيره مين بس ما نعرفش، لا بس البلد اتحكمت، اي حد هيخبط ويشتم في الجيش ويخرب لنا الدنيا ويعمل لنا بلبله اقعد في البيت يا عم، تعمل لي فيها شجاع وتطلع لي في التلفزيون وتقول بقى الجيش مش عارف ايه، لا اقعد في البيت، مش عايزين فوضى، عايزين البلد تمشي، عايزين الناس تشوف حالها، عايزين الناس تتحد. انما الفوضى اللي كنا عايشينها اللهم لك الحمد، يبقى قطعنا العلاقات تاني مع الرافضه اللهم لك الحمد، الدوله بدات ترجع بقوه اللهم لك الحمد، النور مبقاش يتقطع اللهم لك الحمد، توقفت المظاهرات اللهم لك الحمد، الناس الحمد لله بدات تشوف شغلها وترزق يعني كالاول اللهم لك الحمد، الجيش ماسك نفسه وبدا يطهر سيناء من الارهابيين اللهم لك الحمد، في لا في قناه سويس ولا او تفريعه مش مشكله اللهم لك الحمد، يعني كنا بنواجه مصير سوريا، لا ده احنا بنعمل مشروعات حتى المشروعات مش قويه قوي بس اهو واقفين على رجلين اللهم لك الحمد. ممكن لسه في اخطاء في بتاع ده وارد جدا يا اخو، بس بدنا اهو نقف ومحدش بقى لا امريكا تتدخل ولا روسيا ولا بتاع، لنا كلمتنا ولنا صوتنا، متحدين بلدنا وجيشنا وحكومتنا وشعبنا متحدين مع بعض، انما اللي بينخر في البلاد هم الاحزاب المعارضة اللي عايزة تستولي على الحكم. ما هو الحزب يعني اي حزب معناه اللي هو سلطة تسعى للوصول للحكم، ما انت عامل حزب ليه؟ عشان مش عاجبك اللي موجود، فبتعمل حزب عشان ياخد اغلبية عشان ياخد الحكم، فلما يكون في صراع على الحكم يبقى في مشاكل، وبرضه السعودية ما فيهاش احزاب لان الاحزاب هي اللي بتفتت في عضد البلاد، مش عايزين احزاب يا اخوة، احنا عدنا اهو في مصر على سنين ساعدنا اكتر من سنة لا احزاب ولا مجلس الشعب، والبلد كانت ماشية ولا ما كانتش ماشية؟ دلوقتي بقى اسمع هتلاقي مجلس الشعب والاحزاب والعك ده وهتلاقي الدنيا بترجع، انما لما كانت ماشية من غير احزاب ولا مجلس ولا كده كانت ماشية الحمد لله. ما معنى كلمة الرافدين؟ ايه الرافدين؟ بلاد الرافدين؟ الرافضة تقصد؟ هو اصل كلمة الرافضة لانهم رفضوا حكم الحسن اللي هو اسمه علي بن زين العابدين، يعني على ما اذكر، لانه لما سئل عن ابي بكر وعمر فقال رضي الله عنهما فرفضوا حكمه، قالوا لا ابو بكر وعمر دول اشطر من الشياطين، هم عندهم كده ابو بكر، ما فيش حد في ايران اسمه عمر، ما فيش مسجد على السنه في ايران، خلي بالك اعرف عدوك، مفيش بني ادم اسمه عمر، في عيد عندهم بيحتفلوا بمين؟ عيد مخصوص بيحتفلوا بمين؟ تخيل بأبي لؤلؤة المجوسي، تعرف مين ابو لؤلؤة؟ قاتل عمر، ده بيحتفلوا بيه سنويا يا اخوانا، عاملين حفلة بهذا العظيم البطل اللي قتل عمر، وتقول لي تقارب وتقول لي اصل احنا مسلمين زي بعض، انت بقى لا ده اسلام ده تسب من نقل، ما هو عنده الصحابه كلهم كفار ما عدا خمسه او سته، طب مين اللي قال لنا القران؟ ما هم الصحابه،
مين اللي نقل السنة؟ الصحابة. طيب لما دول يكونوا كفار وفاسقين وزنادقة وشياطين، يبقى احنا كده هنتشكك في القرآن والسنة ولا لا؟ هم هم اصلا بيقولوا لك القرآن محرف. لا هم عندهم تخريفات. اه هو بيقول لك احنا على القرآن والسنة بس. لا دي مصيبة تانية دي، الكتاب الأخضر. لا هو بيقول لك احنا على القرآن بس بيفسر القرآن تفسيرات على مزاجه. يعني يقول لك مرج البحرين يلتقيان، قال لك هنا البحرين معناه ماء علي وماء فاطمة. طيب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لك ما ده الحسن والحسين. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال لك ما الحسن اللؤلؤ والحسن والمرجان الحسين. شوف التفسير، مرج البحرين بقى المني علي وماء فاطمة، دول التقيان فأخرج الايه اللؤلؤ والمرجان. لكن الآية تفسيرها البحر المالح والبحر العذب، تلاقي البحر العذب داخل على المالح، تفسيرنا احنا الصح لا البحرين، البحر المالح والبحر العذب. لكن تلاقي سبحان الله ما يختلطوش ببعض، مع انه المفروض يخشوا ببعض، لا بينهما برزخ لا يبغيان، تلاقي الفاصل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، تلاقي الفاصل تشوفه بعينك، كأن في أمر إلهي محدش يخش على التاني، مع أن طبعا مية مع مية يحصل ذوبان، لكن هو بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا دي ما اعرفش بس ممكن. واكثر البحار الملوحة ايه؟ اسمه البحر الميت، اكثر البحار ملوحة لذلك اسمه ميت. البحر الميت لا منفصل عنه، البحر الميت لا منفصل عن البحر الاحمر، ده في الاردن ده بعيد. ما حدش بيغرق في البحر ده من كتر ملوحته، يعني اللي عايز يغرق ما يغرقش، تحاول تقلب على نفسك، عايز تموت ما تموتش، عمر تطفو دائما على السطح، تقعد تتشقلب، تقعد تيجي ما تطفو دائما. ده من عجيب البحر الميت، البحر الذي لا يغرق فيه أحد أبدا، البحر الميت ما حدش يغرق فيه. لذيذ بقى، تروح تعوم بقى وبراحتك، ما تخافش على نفسك. شوف كل ده احنا في إن الدين عند الله الإسلام، بس انا معلش باكد عليها عشان التلفزيون والقنوات كلها عماله تقول لك اخواننا، هم مش اخواننا، انما المؤمنون اخوة، لكن هم ليهم بس المعامله الطيبه وهو اللي يهمه ده، لكن كاعتقاد ما بوظش الاعتقاد، انما كاعتقاد احنا لا هم كفار ونحن مؤمنين. لازم تتضح النقاط وتتضح الايه الامور. بص بقى، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني اليهود والنصارى لما جالهم البينات المفترض يؤمنوا بالحق، لا اختلف ليه؟ بغيا بينهم، حسدا بينهم، قال لك يعني كل ده احنا مستنيين النبي آخر الزمان يكون من عندنا من بني إسرائيل، يطلع في الآخر من العرب، لا مش هنؤمن بيه، مع ان تاكدوا ان هو الحق، قال لك لا. لو كان هو جيل تبع بني اسرائيل، لان كل الانبياء من بني اسرائيل، لكن هو جيل مختلف قال لك لا. بالظبط، يعني هو متوقع، عارف انت متوقع حاجه، متوقع حاجه خلاص فجاه تلاقي الحاجه دي عكس اللي توقعته تماما، صدموا بقى. بس المفترض ما دام ان ده من عند الله خلاص، هو ربنا اللي اختاره خلاص، ان الله اصطفى عليكم خلاص، يبقى انا سمعنا وطعنا، انا مش هختار انا. هم لما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اهم يقسمون رحمه ربك؟ سبحان الله، يعني دي رحمه ربنا يقسمها على عباده كيفما يشاء. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، ما دام كفرت تحمل بقى عذاب الله يوم القيامة.
يبقى لو الإنسان خلع من قلبه الدنيا ولجأ إلى الله والدار الآخرة لما صار هناك فرق عنده بين أن يكون من بني إسرائيل أو يكون من العرب، صح ولا غلط؟ أنا عايز أرضي ربنا، عايز أكون عبدي لله، فتأكدت أنه بالبينات هو الرسول الذي تحدثت عنه كتبنا، إذن أقول سمعنا وطعنا. لكن حب الدنيا وحب الإمارة وحب التفاخر هو الذي جعلهم يكفرون بآيات الله، فربنا هددهم وقال ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فمين يا أخوانا؟ فضل الدعاء منها.